Hold my head inside your hands. وفي الختام والخلاصة للسبع ساعات اللي عبرنا فيها مع بعض بنحكي عن الله والجنس والحب والزواج. أعيد معاكم النقط اللي احنا اتكلمنا فيها وهتلاقوها على الفيديو كليبس دي كلها، وهي تبقى حوالي 7 × 6 يعني حوالي 42 فيديو كليب. فإحنا شفنا في الفيديو كليبس الأولى الحديث عن مقدمة للمواضيع اللي هنحكي فيها، بعدين تكلمنا عن فهمنا عن الثالوث القدوس وإزاي إن نموذج حياة وعلاقة الآب والابن والروح القدس هو اللي إحنا بنعيش عليه حياتنا كلها في كل أنشطتنا وفي كل علاقاتنا، خاصة علاقة الرجل بالمرأة اللي هي بتشبه علاقة الثالوث وعلاقة المسيح بالكنيسة. اتكلمنا على إن الجدر الرئيسي لكل الهرطقات هو استنجاس المادة واستنجاس الجسد، وبالتالي أصبح صعب قوي على الهراط أنهم يصدقوا أن الزواج طاهر أو أن الأكل والتمتع البشري الطبيعي اللي ربنا حطه في أجسادنا مع كل الاحتياجات الإنسانية اللي حكينا فيها بالتفصيل ممكن يكون طاهر. ولو ما تفهمتش النقطة دي كويس قوي مش هنقدر نستوعب كتير من النقط اللي جات بعد كده، فلابد أن احنا نفهم النقط دي بصورة واضحة. اتكلمنا على كتاب بستان ورهبان وإزاي أن هو فيه خبرات شخصية، والخبرات الشخصية لا تعمم ولا تعلم، وإن زي ما في إيجابيات جميلة جدا في قصص عن الرحمة والمغفرة والمحبة والخدمة، بلا شك أنا كل اللي ذكرته من بستان رهبان كان ما يتعلق بعلاقة الراهب بالمرأة، ودي كلها كانت نقط سلبية اللي أنا ذكرتها، لكن زي ما أنتم عارفين ذكرت إيجابيات عن رهبان عظمة جدا زي يوحنا ذهبي الفم وزي الأنبا كيرولوس السادس ونيافة الأنبا بيمن والقديسة بيلاجيا والأسقف اللي كان بيحييها لما دخلت أنطاكيا الأنبا نونوس، وطبعا تاريخ الكنيسة مملوء بناس زي الأنبا أنطونيوس والأنبا مكاريوس اللي قصصهم وتراثهم أكد لنا أن الزواج طاهر وجميل، بل أن يعني يا دوبك أنبا أنطونيوس وأنبا مكاريوس وجدوا نعمة في عينين الله بالرغم من كل جهادهم وحياتهم كبتوليين زي ناس متزوجين عايشين في المدينة عيشة طبيعية، وده تراث غالي وثمين عندنا جدا ويوزن كتير قدام السلبيات اللي موجودة في التراث الرهباني. وزي ما قال الأنبا بيمن، الكلام ده مش عندي، اللي علمني الكلام ده نيافة الأنبا بيمن، وأنا ذكرت لكم في الفيديو كليبس الكلام اللي هو قاله في كتاب المسيحية والجسد على ان النظام الرهباني عندنا دخل له كتير من الفكر الغنوصي والمناوي اللي بيؤمن بالديواليات ديواليتيز اللي هي الثنائيات اللي هي تضاد الجسد مع الروح وتضاد الفكر مع العمل وتضاد اهل العالم مع اهل الرهبنه، واعتبار ان الزواج منجس وان شرب الخمر منجس. وذكر لنا ان مجمع جنجره في القرن الرابع حرم الكل، وزي ما انتم عارفين يوحنا الحبيب قال في رسائله عن اللي حييجوا وحيمنعوا عن الزواج وحيستنجسوا الزواج وأنواع من الأكل، والكلام ده برضو قاله بولس الرسول، لأن الكلام ده موجود، الغنوصية موجودة كفكر امتداد للفكر الأفلاطوني من أيام الحضارة اليونانية قبل مجيء المسيح وقبل بولس الرسول ويوحنا الحبيب، فكان موضوع نفسي وسبكونشس موجود اوريدي في منطقة الميدل إيست وشرق أوروبا، ف كان لابد انهم يواجهوه، لكن كان ليه تايد قوي جدا لما دخل مع النسكيات وخيل لينا ان الخناقه اللي عندنا جوانا ما هياش بين الانسان العتيق وروح الله اللي فيا، لكن خناقه بين معركه بين جسدي انا وروحي انا، وقلنا ان ده بيشكل تناقض رهيب وبيوجد عقد نفسيه ومركبات غريبه في الانسان بتخليه مش قادر يتمتع بالحياه ومش قادر يتمتع بلقمته ويفرح بيها ومش قادر يتمتع بعمله وبترقيته مش قادر يتمتع بزوجته أو بزوجها. الفكر بتاع الغنوصية والمنوية أخطر فكر، وأخطر كمان من الهرطقات اللي جات عن الكريستولوجي عن طبيعة المسيح، لأنه بيشوه كل تفاصيل الحياة. فأتمنى يكون
اتكلمنا بعد كده عن تعريف معنى كلمة سكس وليبيدو وجندر ايدنتيتي وهوموسيكشواليتي وانواع الحب والفارق بين البكورية او العذرية انها بكر او عذراء والبتولية ومعنى كلمة العفة وان العفة موجودة في الزواج. ولو قلنا ان البتولة والراهب دخل للتعفف والعفة يبقى احنا في الحقيقة بنستنجس الزواج، والكلام ده مفروض في الكتابات يكون واضح لينا. اتكلمنا عن تعريف الزواج والزنا والفورنيكيشن اللي هو الدنس، البورنوغرافي والبروستيتيوشن العهارة، اتكلمنا عن إكليل الزواج وعن قديسين وآرائهم، اتكلمنا بالتفصيل عن آراء بولس الرسول عن رئاسة الرجل وخضوع المرأة وإزاي إنهم على مثال رئاسة الآب للابن وخضوع الابن للآب، وده خضوع ورئاسة ومحبة بين متساويين. وإذا ما كانش الفهم اللاهوتي واضح عن الثالوث القدوس مش هنقدر نستوعب معاني الرياسة والخضوع إلا في الكونتكست الاجتماعي، وده خطير جدا لأنه وثني ولا ينتمي للكتاب المقدس. بعد كده دخلنا نتكلم عن السكس اديوكيشن عند الأطفال والسكس اديوكيشن عند الكبار، واتكلمنا عن التشريح وعن وظائف الأعضاء بالتفصيل، واتكلمنا عن المشاكل الجنسية واتكلمنا عن علاجاتها، واتكلمت في الآخر عن الماستربيشن الاستمناء والاسترجاز، وعرضت اللي مكتوب وتركته للمناقشة لأن لا أعتقد إن في إجابة كاملة، وإن كان الوضع واضح بالنسبة لنا إن الكنيسة بتعتبر هذا الوضع خطية لكن ما يرتقيش لخطية الزنا أو القتل. هذا الوضع مفروض إن إحنا نحاول نفهم أولادنا إن ممكن يحتملوه لفترة ما في حياتهم وهيعدي، لأن لو عقدنا ضمائرهم إن الوضع اللي هم فيه ده وضع خاطي ممكن نسبب لهم مشاكل في حياتهم وفي حياتهم الزوجية. وأعتقد إن محاولة احتمال المراهق لنفسه لحين ما يتجوز أو يبطل الموضوع ده يكون أفضل. الماستربيشن في الزواج ليه معنى تاني خالص، لأن دي جزء من العلاقة الجنسية بين الرجل وزوجته، في تواجد الاثنين أو في عدم تواجد الاثنين ما دام هذا الشخص موجود في ذهن الآخر وما فيش اشتهاء لشخص ثالث. النقطة دي طبعا ما فيش عليها إجابة واضحة، ما حدش ناقشها بوضوح، لكن زي ما قلت إن بعض الإخوة البروتستانت بيوافقوا عليها على مضض صحيح. أتمنى من كل شخص هيشوف الفيديو كليبس دي يسامحني إن كنت قلت أي شيء يضايق. أنا عارف إن أكيد الكلام بالتفصيل اللي أنا قدمته مش هيريح البعض، لكن أعتقد إن كلنا كجيل آباء وأمهات عندنا دين نسلم أفضل ما عندنا من معلومات وفهم عن حياتنا كلها وأسرارها لأولادنا، لأن التعتيم عليهم غير مفيد. أشكركم على اللي قدر يتابع المشوار الطويل ده، وأتمنى أكون ما تعبتش ناس، وإذا كنت ضايقت أي حد أرجو السماح والمغفرة، وإن كان في شيء غلط رجاء كتابة كومنتس علشان أقدر أستقبل آرائكم. وفي مكان للكومنتس في الويب سايت اللي هو www.copticorthodox-divinejustice.com، إلى جانب اليوتيوب هتلاقوا فيها الموضوع ده وحاجات تانية كتير. أشكركم.